اليوم بدنا نروح على قرية يسور المهجرة. قرية يسور قريبة من عسقلان، وهي تعد من قرى قضاء غزة اللي تم تطهيرها سنة 1948. من يسور بدنا نجيب أمانة لأبو المعتصم شاهين. أبو المعتصم كان عمره 9 سنين لما صارت النكبة، ومن هداك الوقت لليوم ما قدرش إنه يرجع على قريته يسور أو يشوفها. اليوم هو موجود في الكويت، فإحنا بدنا ناخد أمانة من يسور نبعتها من فلسطين للكويت لأبو المعتصم اللي قاعد عم بيحتفل اليوم بعيد ميلاده 80. مش كل حدا بيقدر انه يوصل على فلسطين، بس مرات احنا منوصل فلسطين للناس برا. خلينا ناخد الامانة ونبعتها لأبو المعتصم على الكويت. بابا حبيبنا كلنا، صار عمره 80 سنة، العمر كله يا رب. وين اي بلادك ترجع؟ ارجع ليسور. انا تعادل عندي الجنة. هلأ بابا حبيبي، في إجتك اليوم مسج مهمة كتير وحابين إنك تشوفها معانا. أنا عشان هيك جبت لك اللابتوب. عبد الفتاح شاهين أبو المعتصم، كيفك عمو؟ إن شاء الله تكون منيح. إحنا اليوم بيسور، قريتك اللي أنت انولدت فيها قضاء غزة. ما تبقى من يسور اليوم زي ما أنت شايف، هي طبيعة بتجنن وأحلاها فيها الصبرات. في ضايل بيت أو بناء وشوية أثار مهدومة، بس للأسف هي وراء السياج بهذيك المنطقة. على الأقل هون هينا هيك بيسور طبيعة خلابة جداً، ريحة الهواء للضيف المنعش. إن شاء الله بترجع على يسور، وإن شاء الله منشوفك بيسور اللي هي مسقط رأسك. عمو أبو المعتصم، هذا تراب من بلدك من يسور، تراب يعني زي الذهب بصراحة. فإن شاء الله بوصل عندك، أكون بين إيديك بأقرب وقت. عمي أبو المعتصم، هاي تراب يسور، إن شاء الله بيكون عندك قريباً. من فلسطين أحلى تحية وأحلى سلام، ونستناكم بفلسطين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ليش هذا؟ من وين الأمر؟ خلاص. الحمد لله أنا كويسة، صحتك كويسة. حمرا الله كويس. هذا الغربي الحكوا كثير. يا وحيد، وين ما كنت، وين ما كنت حتى. انت يا غالية يسور، كل رمل، كل رمل في فلسطين نفس الغلو والله. خليل الربيع تعالي لك خصاك، خليل دشار وليلو.